صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 98 لسنه 2023 بتعيين مدير في وزاره التنميه الاجتماعيه وذلك بناء على عرض وزير التنميه الاجتماعيه جاء فيه انه يعين السيد يعين السيد صادق عبد علي علي سهوان مديرا لاداره التاهيل الاجتماعي بوزاره التنميه الاجتماعيه